مرحبا. فيسبوك صار ميتا، حدث أربك الحسابات لدى الكثيرين وخلق حالة جدل. هل هو محاولة هروب من الأزمة؟ أم أنها بداية عالم افتراضي جديد قوامه الرسوم المتحركة؟ وبالمناسبة، ما معنى ميتا أو ميتافيرس؟ وما الذي يدور في رأسك يا مارك؟ أنا راوية العلمي، سأطلعكم على كل التفاصيل في برنامج ببساطة. قبل أيام خرج مارك زوكربيرغ مؤسس مجموعة فيسبوك إلى العالم معلناً تغيير اسم مجموعته إلى ميتا، والتغيير كان للشركة وليس للتطبيقات التي تديرها مثل إنستغرام وفيسبوك وواتساب. ميتا كما عرفها مارك تعني ما بعد، لا ندري بعد ماذا. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. بعض الخبراء وصفوا تغيير الاسم بأنه وسيلة من فيسبوك لتحسين سمعتها التي تضررت بعد سلسلة أحداث تتعلق بالكراهية والخصوصية وتفضيل الربح على القسم والأخلاق، بل والمساهمة في نشر العنف خصوصاً بين الأطفال. فالوثائق التي سربتها فرانسيس هوغن الموظفة السابقة في الشركة قالت إن فيسبوك أو ميتا الحالية تعطي الأولوية للربح على أمان مستخدميها، والبالغ عددهم أكثر من 3 مليارات. وبين النية الحسنة التي يطرحها مارك والنية السيئة التي تحدثت عنها هوغن، نعود إلى تقنية ميتافيرس. هذا الحلم الذي تحدث عنه مارك كثيراً، وكله مبني في واقع افتراضي يتحول البشر فيه إلى مجرد أفاتار. يا ترى إلى أين نحن ذاهبون؟ طموح فيسبوك سابقاً وميتا حالياً هو التفاعل بين البشر ومشاركة تجاربهم في المستقبل مع أشخاص آخرين من أي مكان وفي أي زمان عبر ميتافيرس، دون الحاجة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، أي عبر تقنيات الواقع الافتراضي. فمثلاً قد لا تحتاجون إلى كتابة رسائل عبر واتساب، حيث يمكنكم أن تتحدثوا مباشرة مع من تريدون أو التواجد معهم بشكل افتراضي ومشاركة تمارين الصباح أو حتى لعب الشطرنج أو حضور اجتماعات العمل مهما كانت المسافة بينكم. هذا ليس كل شيء على فكرة، فميتا تقوم حالياً بتوظيف نحو 10,000 شخص في دول أوروبية، واستثمرت مليارات الدولارات في تقنية الواقع الافتراضي ليتحول التواصل وفق رؤيتها في العقود المقبلة إلى مجرد حلم أو تهيؤات. تتواصل مع رسوم وأفاتارز، لا مع بشر بلحم ودم. ها نحن مرة جديدة أمام مطب آخر، ميتا، فيسبوك، إنستغرام، سناب شات و ملايين التطبيقات التي تسرقنا إلى العالم الافتراضي وتضعنا أمام حالة من الإدمان وتحولنا ربما إلى روبوتات. لكن هذه المرة الأمر مختلف، فنحن سنكون في عالم افتراضي حقيقي داخل العالم الافتراضي القديم الذي عهدناه، وهنا سيكون التواصل كله افتراضياً شكلاً ومضموناً. برأيكم، هل علينا أن نقاوم ميتا القادمة وغيرها أيضاً، أم نقبل بها كما هي؟ شاركونا آراءكم، ودمتم دائماً بأمان بإذن الله.